عليكم بيبيات. صباح عليكم بخير هانيا، اموركم مزيان؟ اش كتعاودوا؟ اش اخباركم؟ ياك غير بخير. على سلامتي يا اختي، على سلامتي. هذا الفيديو هذا تصور من العشيه ديال العيد، والله العظيم الا من العشيه ديال العيد تقريبا 3 ايام من مورا العيد، ولكن هذا جهد. كنقول اليوم نحطو، غدا نحطو، اليوم غنمونطي نحطو لكم، ولكن لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عرفتش الوقت اختي وبزاف ديال الحوايج، وما عرفتش كنت عكزانه بزاف على المونتاج وهذا. صافي اليوم قلت الهبه نوضي تقعدي حتى البنات شي حاجه، راه غيكونوا كيتسناوك، وكيوصلوني بزاف ديال الميساجات في الانستغرام، فين غبرتي؟ توحشناك، حطي لنا شي حاجه، على الاقل غير باني الهلا يخطيكم عليا البنات. انا اليوم جيت نحط لكم هاد لا فيديو هادي كيف ما قلت لكم، اللي مصوره من عشيه العيد. المهم عشيه ديال العيد، نقينا الراس، صايبتو كلشي صراحه. ماما اللي نقاتو ليا وقطعاتو، الله يجازيها بخير، الله يخليها ليا يا ربي. انا ما كنعرفش فداك شي داكشي الراس وداكشي ما كنعرفش. صافي الغد ليه صايبت هربر، درنا في الطيره، صايبت القهوه ديالي بارده، كتعجبني في الصيف نشرب هاد القهوه هادي، كنصايبها في الدار كتجي بارده غزاله. صافي داك النهار زعما الصباح ما صورتش معكم شنو درت الغدا. صافي مشيت عند ماما، لقيتها صايبات لي حتى هي الكرداس، الله يخليها ليا. صافي العشيه جيت هنا باش نصايب العشاء. المهم هنا بغيت نصايب التقليه. اول حاجه غادي نحتاجها اللي هي العطريه، التحميره، البزار، سكينجبير، الخرقوم، شويه المليحه، زبور مطحون، فسيسات ديال الثومه، وريقات ديال سيدنا موسى، زبور ومعدنوس اللي كنكون منقياهم ومقطعاهم ودايرهم في الفريكو، حامض مسير، حضامتي ديال المعزي، واحد دامتي ديال الزعفران. ايوا صافي، وهنا عندنا التقليه ديالنا، الريه اللي قطعتها والكرشه، ومهم راكم عارفين. صافي وغادي نحتاج هنا الزيتون، ما غنديرو حتى الاخر. صافي اختي هادشي اللي غادي نحتاج. غادي نرد التقليه ديالي في الكوكوت، غادي ندير العطريه كامله، غادي ندير حتى هاد دامتي ديال الزعفران. عرفتوا يا البنات جات هاد التقليه بنينه 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 بزاف، واخا صراحه من بعد طرات لي واحد 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 الكارثه، ماشي نقول نقدروا نقولوا كارثه، ولكن الحمد لله ماشي مشكل. مهم زدت هنايا الزيت، زدت هنايا حكيت مطيشه والبصله. ايوا صافي ودرتهم هنا فوق البوطه. صافي وغادي ندير شويه، نزيد شويه ديال الماء اللي غادي نحتاج. صافي وغادي نخليهم هنايا، نسد عليهم الكوكوت، دوز بحال هكاك ديك نص ساعه بحال هكا. صافي المهم انا ديك الوقيته غادي نبقى رده البال مع الكوكوت، ابدا نحركها الا حسيت بها نشف الماء وهذا. صافي غادي نحل عليها وندير لها الحامض مسير وندير لها الزيتون. صافي ونزيد لها هنايا شويه ديال القزبر ومعدنوس. ايوا صافي هذا ما كان. المهم هنا جيت على حساب ندير الشوا زعما المرافق لديك التقليه. صافي هنا غادي نجي اللحم ديالي، غادي نقطعهم طريفات كيف ما قلت لكم البنات هنا، على اساس بغيت باش ندير هنايا قطيبات ديال الشوا. صافي خرجت اللحم زعما اللي خصو يذوب وهذا، خرجتو ساعتين ولا 3 سوايع قبل باش داب ليا وكلشي، اصلا نسات يا اللحم ديال بحال هكا القطيبات وهذا. صافي على اساس باش كيف ما قلت لكم صافي ندير قطيبات وهذا، ولكن اختي المهم هنايا تا صايبت كلشي وهذا، تا درت العطريه ديالي في اللحم ودرت كلشي. صافي تا كان كلشي واجد. صافي درت القطيبات ديالي درت اللحمات ديالي في القطيبات وحطيتهم طرفتهم. المهم راه غادي يكون كلشي باين لكم. غسلت يا لاله واحد الطباسيل، هادشي اوف كاميرا، ما زعما ما كنتش كنصور، كنت كنغسل بحال هكا واحد الطبيسيل، جيت نحطو في الشبيكه ديال الماء على اساس باش ينشف وهذا. ايوا صافي داك الحطه اللي غادي نحطو انا ما جيت فيه ندور يا البنات، حتى تبعني من اللور جاب الله كان غيطيح لي فوق راسي، جاب الله طاح فوق البوطاجي. عرفتو داك الزاج يا البنات اش غنقول لكم، تشتت كامل، راه ما يمكنش داك الجاج، راه عرفتو كي تشتت وتشتت ليا فوق دوك القطيبات اللي درتو هذا. صافي قلت لراجلي صافي غادي نلوحو، حيت صافي كله عامر بزاج، الله يستر ممكن ناكلو ولا شي حاجه هذا، ما يمكنش. صافي لحتو كامل
ما مكتبش صافي. عاود كانت شايطه شي لحم تمايا وهذا، عاودت ليا واحد القطيبات وهذا صافي، درت غير راجلي هو وصافي. المهم هنا راه قبل الواقعه، قبل الكارثه، ماشي مشكل ما مكتبش. والله العظيم عرفتو يا البنات كي تفرتت داك الطبصيله، راه ما يمكنش الجاج فوق القطيبات ديال اللحم، راه ما يمكنش داير غزاوه. صافي قلت لراجلي ما مكتبش، غادي نلوحو وغادي نعاود لك واحد ربعه د القطيبات غير ليك نتايا، حيت صراحه انا ما كنتش باغاهم غير راجلي اللي كان باغيه. قال لي عافاك ديريه ليا وهذا صافي ودرتو ليه. اما انا صافي كلي التقليه صافي شبعت، كنحاول ما امكن نحاول ننقص عليا العشاء ونحيدو ماكسيموم زعما نحيدو، واخا صراحه باقا ما قداش، باقا كيجيني الجوع بالليل. ولكن كنحاول نحيدو. ايوا صافي هنا هذه التقليه اللي صايبت، جات بنينه حطيت مع داك الطبيصل ديال عشرة تلفت داك الطبيصل ديال الزيتون مشرمل ديال الحار. صافي هنا هاد القطيبات اللي قلت لكم عاودت لراجلي صافي شواهم هو وكلاو هذا صافي، ومشينا كلينا وكلت ولدي ونعستو. صافي هذا الصباح الغد ليه اللي هاد الروينه يا اختي، الناس اللي عندهم وليدات هما اللي غادي يعرفوا غيحسوا بيا. راه لا اله الا محمد رسول الله، شو داري راه ما يمكنش تجمع. وليت كنجمعها صافي، كنعيا مع ولدي، كنجمع في الاخر وترون صافي، حتى كنت نستسلم صافي، كنقول لها ولدي صافي عادي ما بغيتي، الدار دارك، ما داخل عندنا حد، ما جاي عندنا حد، اللهم يا خويا العب عادي اللي بغيتي. وحق الله يا البنات الا كنجمعها ما كملت حتى 10 دقائق كنجمعها، كيكون ناعس كيفيق كيرونها ليا سفاعه على عليها صافي، حتى كما قلت لكم حتى كنستسلم صافي، كنهز الرايه البيضه كنقول ليه صافي خويا عادي ما بغيتي صافي. صافي كما قلت لكم هنا الغد ليه شطبت ليا البيت زعما الصالون ديالي وهذا صافي، درت الطابليه ديالي اختي ودخلت المساند، درت المساند الرسمي ديالي ودخلت ليا الكوزينه. هاد النهار هذا كان جويه ديك بحال هكاك، المهم وجدت كلشي بكري عند جويه هنا فاش، حيت كان ما صورتش لكم كلشي، فطرنا وكلشي ما صورتش لكم حيت اصلا غيجي الفيديو طويل، الا صورت معاكم غادي يجي الفيديو طويل. صافي هنايا راه جويه ديك الجوج صافي، دخلت باش نرد ليا كل حاجه حيت معيطه على عائلتي العشاء. صافي اختي هنايا جيت ليا الخضيره ديالي نقيتها قطعتها وكلشي، حيت بغيت ندير اختي ديك لا سالاد، ديك السلاده المتنوعه اللي كيكون فيها كلشي، بطاطا مسلوقه، الروز، خيزو، المهم هانتوما غادي تشوفوا كلشي معايا. هنا قطعت البطاطا، قطعت خيزو، قطعت اللوبيا، صافي غسلتها وكلشي، المهم كلشي ناضي كلشي نقي صافي، وحطيتهم هنايا باش نفورهم، ما بغيتش نسلقهم يا البنات حيت المهم سلقت غير خيزو، يقدر خيزو بوحدو اللي سلقت وهذا الشيء الاخر حيت راكم عارفين خيزو شويه كيشد شويه الطياب. صافي من بعد ما قطعت اللوبيا والبطاطا ديالي ودرتهم ليا هنايا في الكسكاس صافي باش نفورهم، صراحه دغيا 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 طابوا ليا دغيا تفوروا. صافي كنحيد عليا حاجه من مور حاجه حيت راكم عارفين البوطاي الله ربعه ديال الجويه خصني الماكسيموم زعما نكون محيده عليا كلشي، نكون بعدا محيده عليا الاقل نص ديال الخدمه وهذا باش تجي راكم عارفين تجي العائله تلقاني صافي نجلس معاهم نضحك معاهم. واخا ما جاوش بكري صراحه، ما جاوش هنايا بكري صافي، درت هنايا هاد لي بات هادو حتى هما يتسلقوا. صافي هنايا غادي نجي باش كل حاجه سيتها هنايا في سوبيره باش كل حاجه ندير لها العطريه ديالها نستيها. المهم هنايا درت زيت البلديه، درت هنايا ليهم البزار، غادي ندير شويه ديال المليحه غير شويه وصافي على حسب الذوق، هنا ما كثرش المليحه مع جدة محيدة الملحة وهذا، درت غير القياس صافي. درت هنايا القزبور اللي كيكون مطحون صافي، عاد غادي ندير القزبور الاخر، درت شويه ديال الكمون صافي، وغادي نخلط كل شيء حتى كيتجانسوا المكونات اختي وشي كيدخل فشي، وراكم عارفين هاد لا سالاد هادي البنات كتجي غزاله، كتجي فنه، كتجي بنينه صراحه. غير هي يا اختي راه فيها تمار باش ما نكذبش عليكم، هي راه كتبان سهله ولكن في نفس الوقت صعيبه، خصك يا اختي غير هي بوحدها راه شدات معايا شي ساعتين تقريبا باش وجدات وهذا، خصك تنقي الخضيره تفوري ديري تفعلي، مهم
كتشد شويه الوقت. الا كنتو باغين زعما ديروها كمرافق للعشاء ديالكم ولا شي حاجه، حاولوا تسبقوها عليكم، تحيدوا عليكم وتهناوا عاد باش دوزوا لداكشي اللي زعما لاش بغيتوا دوزوا. صافي هنايا من بعد ما سلقت الرز غادي نزيد هنايا المايز اللي هي الذره، غنزيد هنايا الطون ديال ايزابيل. المهم هو اللي كنستعمل صراحه، ما كتجينيش فيه ديك الريحه الزفوريه ديال الطون. صافي غادي ندير هنايا شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار. صافي وغادي ندير شويه ديال الزيت البلديه و شو سميتو مايونيز. غادي ندير اختي المايونيز وغادي نخلط ليا كلشي مع بعضياته، وغادي ندخل ليا هادشي كامل اللي وجدت دابا غندخلو الثلاجة باش كيبرد، باش كتحطوها باردة. عرفتوا يا البنات راه حطيتها انا باردة، راه من داكشي الرفيع كتاكلوها حيت كتبغي هاد الشلاضة هادي تكون باردة. المهم درتها حطيتها باردة. صافي يا اختي جيت ليا من بعد ما وجدت الشلاضة وكلشي، حطيت كلشي واجد. دابا غادي نجي اللحم ديالي، غادي اصلا خرجته من الفريكو داب، غادي ندير ليه العطرية ديالو داكشي باش زعما تدخل فيه الاقامه ديالو هذا. المهم غادي نحتاج هنايا قزبر مطحون، المروزيه ديال اللحم، القرفة عواد، ورق ديال سيدنا موسى، القزبر ومعدنوس مقطعين كيف ما قلت لكم، وهذا مديورين في الفريكو. غادي نحتاج البصل، تحميره، سكينجبير، الخرقوم، شويه ديال المليحه، واحد الضامتي ديال الغنمي، وواحد الضامتي ديال الزعفران، وغادي نحتاجو فصيصات ديال الثومه. المهم راه درت كتر شويه من هذا الشيء، راه زعما كتر من هاد الثومه هذه اللي باينه لكم دابا في لا فيديو هذا. صافي غادي ندير العطريه ديالي، غادي ندير كل شيء، كلشي درتو دقه واحده. ايه البنات راه كنشويه هذيك الربعه بحال هكاك. صافي شرملت ليا اللحم ديالي وهذا وخليته، حيت ما رديت نصيب رديته فوق المجمر، ما رديت نصيب حتى جويه ديك السته بحال هكاك، حيت كيف ما قلت لكم واطب العشاء وكلشي وباقي بقى عائلتي ما جاتش، تعطلوا. مهم الظروف عائليه شويه وهذا داكشي علاش تعطلوا، ولكن صافي زعما من مورا تصورو كنت موجده كيكه وهذا، راه كلشي غادي يبان لكم في لا فيديو وهذا. ولكن اختي ما جاوش بكري، زعما كنا عوانين باش نحطو نديرو اتاي ونحطو حليوات ونحطو كيكه وهذا، وعاد باش نحط العشاء ونبقاو نهضروا ونتجمعوا عاد باش نحط العشاء. ولكن اختي ما جاوش ليا بكري. صافي قلت لهم شوفوا الكيكه ما تعولوش عليها، عطيتهم حقهم من بعد داو، قلت لها باش فطروا الغد لي، اما باش تعولوا راه اختي راه ما تعولوا شي حيت مشى الحال. صافي حتى هما نيت قالوا لك بلاش بلا زعما ما تعمري لا اتاي لا والو، صافي مشى الحال. صافي هنايا كيف ما شفتوا جلسه كندخل دخل داكشي ديال العطريه وداكشي في اللحم. المهم شوفوا راه غادي يجيو شي فهيمات قليل، ولكن قليل. شوفوا انا راه ما كيجيونيش بزاف ديال لي كومونتير سلبيين باش نكون معكم واضحه، انا غادي نقوس على راسي. دابا يجيو شي فهيمات وهذا يجيو يقولوا لك لا كاسه كتشقي بالضفار وكذا وكذا. شوف اختي الحداقه واللي حادقه راه تشقى بالضفار ولا بلا ضفار، الضفار ما كيشكلوش عائق نهائيا لا في النقاوه لا في حتى شي حاجه. دوك الضفار اختي راه مغسولين ونقيقين، وديما كندوز من وسطهم الشيته، الشيته اختي تسنان وحده خصيصا ديال الضفار، وكنقيهم من الداخل مزيان مزيان. وكل بحال دابا فاش هادشي اللي درت دابا ديال العطريه وهذا، في كل خدمه يا اختي كنقيهم مزيان من الداخل ونغسل يديا وكلشي. شوفوا رانا عارفه واخا ما غاديش ما كاينينش بنات من هاد النوع، ولكن ممكن تجي شي وحده وتبغي اللهم نسبقها لكم قبل. اللي حادقه اختي راه حادقه لا بالضفار لا بلا ضفار، حنا راه بالضفار وكنديروا داكشي اللي ما كيديروش اللي بلا ضفار. راه الضفار ماشي الا سقتيهم راه صافي، راه ما تقدريش تشقاي ولا ما تقدريش ديري ولا لا، بالعكس يكفي انهم يكونوا نقيقين من الداخل. صافي راه الناس زعما الضفار راه كيكونوا لاصقين بحال ديالك، راه ما كاينش زعما مشكل. كيف ما قلت لكم اي خدمه كنخدم من موراها كنغسلهم لداخل مزيان مزيان على باش كنخدم الحمد لله. ايوا صافي يا اختي هنا عيطت لراجلي شعل ليا الفاخر وكلشي. صافي رديت ليا هنايا الطويجين ديالي، صافي ودرت ليه البصله من بعد ما تشحر مزيان وقلبته كلشي عاد باش درت البصله.
صافي هنا رديت واحد الكيكه صافي الكيكه اللي قلت لكم على اساس باش نتجمعوا وناكلوا كذا وكذا زعما نتجمعوا قبل ما نحط لهم العشاء ما كتبش اختي هي هادي ولكن عطيت لهم حقهم قلت لهم سير اختي حتى لدويرتكم وكلوا وفطروا بها ولا ايوا صافي اختي هنايا من بعد ما زعما شعل الفران شعل الفران خليت الكيكه كطيب هنا غادي ندير واحد المرافقات غادي يكونوا مع الطاجين وهذا غادي ندير جوج دنجالات جوج فلفلات وغادي ندهنهم بالزيت وغادي ندخلهم للفران وغادي ندير في واحد البابي سولوفان اولا البابي الومنيوم عفوا بابي الومنيوم غادي ندير فيهم غادي ندير فيه الثومه صافي غادي ندخلهم للفران يتشواو بهذه الطريقه كيجيو بنان يا البنات كيجيو بنان اكثر من مشويين فوق البوطه كنشوي الفلفله هي الاولى وكنخرجها عاد باش كندير الدنجال المهم الدنجال اللي كنكون متقباه من الداخل باش دغيا كيطيب حيت راكم عارفين الفلفله ديما كطيب على الدنجال الدنجال شويه باقي زعما تيكون شويه هو صاين من الداخل صافي كيف ما قلت لكم تقبتو هذا من بعد ما خرجت الكيكه عاد باش دخلتهم هما للفران صافي من بعد ما خرجتهم كنديرهم في بلاستيكه باش كيرجع فيهم داك الصهد صافي باش يسهل عليا نحيد لهم داك القشور ديالهم وهذا حاولوا يا البنات ما تغسلوهمش ما تغسلوش لا الفلفله لا الدنجال باش كتبقى فيهم ديك داك المذاق ديال الشوا كيجيو غزالين اما الا مشيتو حتى شو سميتو حتى زعما غسلتوهم دوسوهم من فوق هذا ما يمكنش كيجيو صافي كتحيد منهم ديك النكهه اللي كتجي زوينه فهمتوني المهم جربوا بهذه الطريقه يا البنات راه ما غاديش تندموا كيجيو غزالين بزاف وبالنسبه لديك الثومه خرجتها على اساس بلا راه دابت ساعه لقيتها ما دابتش من الداخل هي خصكم تخليوها حتى تذوب ان فوا تحيدوها كتذوب ولكن ماشي مشكل صافي هنايا سيت الدنجال ديالي وسيت الفلفله ديالي درت لهم هنايا الزيت البلديه شويه ديال المليحه شويه ديال البزار شويه كيك ديال الكمون صافي وهنايا خديت حامضه اللي قسمتها درت عصرت الحامض مزيان مزيان حاولوا هنايا يا البنات تكثروا الحامض باش كيجيو محمضين راه كيجي واحد المذاق يا البنات راه غزال 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 كتجي الفلفله محمضه وفيها المذاق ديال الشوا ومذاق كتجي غزاله المهم بعد ما وجدت كلشي هنايا غادي نحط البرودوي ديالي والبيجاما ديالي وغادي ندخل نطرف حالتي غير من التحت ما غاديش نغسل شعري حيت شعري غسلته عاب نهار قبل البنات المهم لبست القنيطيره ديالي ها نتوما كتجي غزاله راه جايه نسكم جايه لحد لهنايا كتجي غزاله هذه كنت لبستها فاش كنت معروضه عند كوستي وهذا تجمعنا كاملين تما لويساتي المهم كلشي تجمعنا تمايا وكنت لبستها صافي وهبطت بها كانت تقاست ليا صافي ورديتها البارح تصبن حيت راكم عارفين مع سخون الحال شفتها وكلشي صافي غير نشرتها في الحبيل دابا جيت لبستها المهم كتجي غزاله كتجي في هذا الباج هذا كتجي فنه انتوما كتجي واسعه وفيها من الجناب افتتاحات فوالا هذا مكان مهم راه الدار ناضيه كلشي مزيان راه مجموع كلشي كلشي واجد باقي ليا الديسير غيتقطع وباقي ليا الشلاضه العاديه ديك سلاد ماروكان راكم عارفينها صافي هي اللي بقات ليا صافي منين غادي يجي وغادي نعمر بريريت ديال اتاي ومهم ها نتوما معايا وصافي المهم غادي ندير هاد الريحه هادي هاد الريحه غزاله فنه باقي غادي نشاركهم معكم ان شاء الله باذن الله فنه 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 الريحه غزاله 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 صافي وغادي بيان سي غندير الطابليات ديالي ولكن ما غاديش نديرها هكا غنديرها هكا وكيقول لي واحد الراس واش زعما ندير شالي ولا نطلق الشعر في الدار وما عرفتش والله الا حرت قلت له بغيت نصور لكم شي حاجه ولا ولكن 100% غادي مشي دابا خلاص شعري داير باقي شاد فيه البروتين وهذا امشي غير نشفو صافي ايوا هذا مكان وبقى ليا دابا حاجه وحده غادي نبخر الدار حيت راكم عارفين حيد منها ريحه ديال الطياب الدار كلها فيها ريحه ديال الطياب واخا راه جففت بسانيكروا وجافيل وهذا عاد تقولوا ليا لا علاش كتخلطي سانيكروا مع جافيل هذا جهدي اختي هذا جهد واخا ما مزيانش نخلطوا هذوك زعما ديال هذا ديال التنظيف ولكن اختي جافيل ضروري وسانيكروا ضروري بالنسبه ليا صافي دابا غادي نمشي ندير ليا شويه ديال البخور نبخر ليا الدويره باش تحيد غير تنقص منها شويه ريحه الماكله وهذا
ايوا صافي هذا ما كنتسنى تجي ماما وجداتي وهذا هذا ما كان مهم هانتوما معايا. صافي البنات من بعد ما بخرت لي الدويره ديالي وكل شيء هنايا الطاجين ديالي وطاب وكل شيء عرفتوا يا البنات جا غزال ما نشكرش لكم طيابي والله العظيم الا جا فن. صافي الكيكه ديالي زوقتها بواحد الدانيت ديال الشكلاط من الفوق ودرت ليها حكيت عليها الشكلاط الشكلاط العادي اللي كيتباع في الحانوت ودرت زبيب فواحد الكاسرونه تطاب وكل شيء مع الماء. صافي زدت ليه من بعد السكر 3 المعالق ديال السكر وواحد ساشي ديال الفاني وواحد جوج عويدات ديال القرفه. صافي من بعد ما جات العائله وجدت كل شيء درت الخبيز في السليله ديالي صايبت البلاطو ديالي ديال المناضة عمرت القريعه ديال الماء قطعت الديسير ديالي صافي اختي دابا غادي نحطوا العشيوه ديالنا. صافي البنات هذا هو لا فيديو ديالنا غادي نقول لكم بالسلامه عليكم وتهلاو ليا فريوسكم باي باي.